رامي ربيعه كان معايا عامل مداخله معايا قبل بدايه الموسم ده، صوته وحالته المعنويه وتصريحاته كانت قليله جدا، رغم ان عدد الدقائق اللي شارك فيها هذا الموسم ممكن تبقى شبه الدقائق اللي شارك فيها الموسم الماضي، وده يدي دلالات ان كولر ازاي كان لسه بيقوله كابتن طارق كابتن ضيا انه ازاي بيتعامل مع نوايا المزايا كولر انه طور لعيبه كتير. ايوه كتير لعيبه اتطورت من بدايه ما لقيناه بيبتدي الموسم بمحمود متولي. ايه يا عم محمود متولي ده كان طالع اعار. كريم فؤاد كريم فؤاد برسيتاو وحسين الشحات كل الناس حمدي فتحي الادوار المركبه اللي بقى يعملها ناس طبعًا. كتيره جدا اختيار طبعًا. صفقات يعني لو قعدنا حاجات ودي من الحاجات اللي دايما بتبقى علامه عند المدرب الكويس انه ازاي بيتعامل مع اوضه اللبس، ازاي بيتعامل مع اللعيبه، ازاي بيطور اللعيب بيخليه يطلع احسن حاجه. هو شايف حاجات انا وانت وناس كجمهور مش شايفينها. فجاه بتلاقي الراجل ده جاي من سوء اداء لتالق ونجم، فده شغل المدرب. كنت بقول امبارح كابتن هو الجهاز بتاعه طبعا كله. حسين الشحات وصل بيه الحال ان جمهور النادي الاهلي لما كان بيشوفه على الدكه بيقول لك هو حسين الشحات على الدكه ليه؟ مش عشان اساسي ان هو المفروض يبقى بره القائمه خالص، الان حسين الشحات اهم نجوم النادي الاهلي. بس هو برضو للامانه هو اشتغل تكتيك كويس. ايه التكتيك اللي هو اشتغله عشان برضو نبقى متفقين؟ ان حسين الشحات وبيرستاو كانوا دايما بفتحين الخط. هو لما اشتغل على دي دخلهم من جوه وخلى هاني هو اللي يطلع ويزيد وياخد الناحيه الهجوميه، وده التطوير. ان خلى هاني كمان اختلف لان هاني مش هاني اللي هو احنا كنا هاني دلوقتي ما شاء الله في فورمه. انا بس بفكر الناس بالجمل، هاني ده هو لسه لاعب ناشئ، هو هيفضل لاعب ناشئ الان افضل باك رايت في مصر. بالظبط نفس الشيء كهربا. كهربا كان جناح شمال صح، لما اشتغل معايا ودخل لما بعد الوقت مهاجم وهداف افريقيا، مهاجم وهداف. فهو طور من اللعيبه زي ما كابتن ضيا بيقول. ودي اللعيب اللي يقدر يستفاد من دي بيعلى وده طبيعي بصراحه. فحسين الشحات كمان الناحيه التهديفيه عليت عنده عشان بقى دخله من جوه بقى قريب من الجون. بيرستاو انت لو تفتكر الناس كانت بتقعد تتكلم على بيرستاو الاجنحه بتجيب اجوان على طول. أيوة. على طول بس هم في الاول كانوا فاتحين قوي، لما فاتح قوي انت هتروح عشان تعمل العرضيه. ها ودي دلوقتي بقى زيزو كمان بقى من جوه كتير، ما بقاش خلاص اللعيب اللي على الطرف ده او اللعيب الوينج ده الجناح اللي على الخط ده خلص. لازم امتى تخش جوه امتى تطلع. ثلاثه يتقال عليهم سترايك. ايوه ثلاثه مهاجمين لازم. عشان كده في اوروبا كابتن ضيا، عشان كده في اوروبا كل الناس اللي بتلعب في اوروبا مين اللي بيجيب الاجوان؟ الناس اللي جايه من تحت. هو صلاح ده بنزيما دايما صلاح بينزل وبتاع بالظبط كده. ما طول عمره جناح بالظبط كده عشان طول عمره لما اتطور بقى يهدف الاهداف بقت يعني التطوير بقى عالي جدا، فالاجنحه لازم تخش تجيب اجوان. طيب